<تصفيق> 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 سلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زول كافيه العربي. بعيدا عن موضوع الحلقه حاليا واحنا بنصور في الحلقه حصل في لبنان اللي حصل واللي كلكم شفتوه واللي كلكم عارفينه نسال الله انه يلطف بالعباد ونترحم على الناس اللي ماتت وعاجل الشفاء للجرحى فالله يلطف بالعباد ويحمي كل البشر وكل من على وجه هذه الارض وعلى سيره الانهيارات والانفجارات نبدا موضوع الحلقه ونبدا نشوف احنا ذاته اللي حاصل عندنا في السودان شنو طبعا في كل سنه زي الوقت ده من احنا في السودان سنوات سنوات كثيره وبيحصل نفس السيناريو ونفس المقدمه اللي بنقولها كل سنه يعني احنا وكان قبلنا وكان قبل الجبل قبلنا معروف ان السودان في زي الوقت ده في السنه بتهطل امطار غزيره المطر نعمه من رب العالمين ولكن للاسف الشديد احنا عندنا المطر في السودان بدل ما يكون نعمه للاسف بيتحول الى نقمه يعني الليله احنا شفنا اللي بيحصل في السودان شنو كل سنه الخريف ما شاء الله بيفاجئ الحكومه وطلع ما فاجئ الحكومه ديك بس طلع الخريف ده فاجئ الحكومه والشعب واي زول عباره عن الخريف ده شغال معانا مفاجات يعني زادوا عباره لما يجي يقول لك انه والله الخريف فاجانا زي ما ناس قريعتي راحت زمان كانوا بيقولوا ده بيكون في حاله انه الخريف والله قرر انه السنه دي انا غير ما اجيب شهر سبعه ثمانيه تسعه اجيب شهر واحد مقلب شهر ثلاثه كيف معك لكن للاسف هو الموضوع ده كل سنه في نفس الوقت زي ما بنقول دائما انه احنا لغايه سنه 2020 احنا عندنا الكهرباء بتقطع عندنا احنا لغايه 2020 الخريف بيفاجئنا عندنا احنا لغايه 2020 لغايه هسي ما عارفين احنا نخلص من مويه المطر دي كيف او احنا نستخدم مويه المطر الفايضة عندنا دي في حاجه صح في حاجه تنفعنا في بلد زراعي في بلد الله يلطف عليه والله يستر عليه انا ذاته غلبني بقيت ما اعرف اقول شنو تاريخ السودان مع الفيضانات طبعا زي ما احنا قلنا قبل شويه انه الحاجه دي بتتعاد كل سنه ولكن في سنوات بيكون فيها الموضوع ده زايد عن حده وبيكون الموضوع ده مؤثر شديد يعني بقت ذاكره خالده في تاريخ الناس العاصرة الحاجه دي شهدت العاصمه في موسم الامطار هذا العام امطار غزيره ملأت جميع الشوارع والميادين في العاصمه المثلثه ومن اقوى الفيضانات اللي ضربت السودان اللي هو فيضان سنه 1946 زمان ذاك انا ابوي ذاته ما تولد وسنه 1988 يلا 88 ده انا اتولدت فيه يعني ذاته انا لما اتولدت وجيت في الدنيا دي 88 السما ذاته بكت وغرقت السودان كله المهم وديل الاثنين بالذات 46 و 88 حاصلتهم شنو؟ مئات القتلى وما يقارب ال 2 مليون فقد بيته من بالعاميه كده، ما اقول لك مسكنه وسكنته وبتاع، بيته، غريب ال 2 مليون شخص فقدوا بيوتهم بقوا قاعدين ساي كده طبعا ديل في كثير من اللي بيتابعونا الشباب الحلوين ما حضروهم ويمكن ما سمعوا عنهم ولا إيش لكن الجيل اللي ما سمع عن ديل قريبات دي في 2013 برضه كان أدا قرصة شوية يعني كان مسخن شوية ما زي الباقي معدلات أمطار بلغت أكثر من 85 ملم وسيول جارفة تأثرت بها مناطق واسعة من ولايات السودان مخلفة أضرارا في الأرواح والممتلكات وده ما معناته انه احنا الليله 2020 يعني الفيضان السنه دي يعني حاجه خفيفه ولطيفه لا لا هو كله مره جاي, جاي يعني انتم شايفين انه هسي ده ده ولا شيء كان زمان يعني او الثلاثه اللي فاتوا ديل اليوم 46 و88 و2013 غايدهم ولد 2013, 2013 المفروض ينضموا معايا يعني نعمل لنا حزب صغير كده حزب الفيضانات يمكن في يوم من الايام نحكم العرف شنو يعني لا وكمان السنه دي احنا شايفين ما شاء الله يعني جانا فيضان مع موضة جديدة مع 2020 كمان لازم تكون فيها حاجات جديدة لنش جاء قال لك انهيار صدبوط زوط في السودان اجتاحت السيول مناطق في الخرطوم وعددا من القرى والبلدات المجاوره ووضعت السلطات السودانيه خليه ازمه للتكفل بعشرات العائلات السودانيه المنكوبه في المحافظات المتضرره من جراء الفيضانات. وادى انهيار سد بوط بسبب الامطار الغزيره في ولايه النيل الازرق في جنوب شرقي السودان قبل يومين الى تدمير مئات المنازل. سد انهار يعني احنا ذاته ما عارفين يعني السنه دي نمشي منها وين قلت اقوم انا وحعيد اقول الله يعدي السنه دي على خير سد بوط هم غايته قالوا سد لكن هو مدي كده على ترس مطب في الشارع هنا ما انا غايته ما مسؤول ما جين واحد تقول ليه هو ما سد وما ما انا سميته شوف سممنه المهم ما علينا عشان ما نلوك في المواضيع الجانبيه الحاجه اللي اسمها سد بوط دي قال لك السد ده بيخزن في الخزان بتاعه خمسة مليون متر مكعب من المياه جميل ده ور وقع انهدى انشقى المويه مرقت يلا شوف الخمسة مليون دي جات مارقه عملت شنو؟ شوف الغرق ما الناس ما قدرت تتحرك البيوت غرقت وشوف قال لك شارع النيل بقى ما في حاجه اسمها شارع النيل بقى بس النيل انت دار ما شو النيل الشارع ذاك اختفى نيل الشارع المفروض يسموه ما شارع النيل يعكسوها لا وعشان شنو يعني القصه ما قصه شارع النيل بس يعني الليله برضو ده يعني خمسه خمسه مليون ركز معي في الرقم ده وعليك الله الحلقه دي ركز لي في الارقام شويه خمسه مليون متر مكعب بتاع مويه جات مارقه عملت كده المنسوب بتاع المياه ارتفع والدنيا جاطت وقال لك حاليا 1179 بيت انهاروا تماما ديل بقوا مع الواطات دك ودك و2173 قال لك ديل يعني شنو قرب ينهاروا فده حيقودنا لحاجه واحده وانا عارف الموضوع ده يمكن انا زهقتكم بيه تخيل الليله سد زي سد النهضه ده لما يتملي فل واللي هو خزاناته بتشيل كم؟ قبل ما اقول لك كم افتح الاله الحاسبه افتح الاله الحاسبه افتح الاله هاي شغلها بيشيل 74 مليار مليار متر مكعب بتاع مويه وصلك الرقم انت عارف 74 مليار دي كم بوت؟ يا بوطي انت اكسيمة بس على كم 5 مليون شوف بتديك كم يعني صد النهضه ده عباره عن 14800 بوط دي وحده قياس جديده تاني تستخدمها في السودان 14800 بوط امشي يقول الرقم ده لاي زول عاقل حيقول لك انت بوطي في راسك ده ولا شنو؟ ده بطبطنا الناس يقول ما اعرف ذاته بوط ده شكله مسمينه علاقه بالغرق المهم تعال, تعال تعال شوف يا سيد العزيز سد النهضه ده قاعد فوق يعني مرتفع كويس وانت تحت جميل؟ لما ينهار السد ده في 14800 بوط حييجوا نازلين دارين يبطوك بط الدراسات الحاليه بتقول انه لو سد النهضه ده انهار تمام؟ هيعمل لك انهار هيصلوك في الخرطوم زوط في خلال كم؟ في خلال ستة دقائق انت بس داير اشوف انا اجدع بتاع وحدة بحث وانقاذ في الدنيا واشطر غطاس فيك العالم اللي في ستة دقائق خارج روحه وروني هذا اشوفه وين؟ قال لك ارتفاع المويه ارتفاع المويه هيكون 26 متر 26 متر شوف دي كان طابق. ده اللي ممكن يحصل لو سد النهضه انهار. احنا الليله ما نخش في تفاصيل سياسيه الا لما فعلا نشوف انه الناس مهتميه بموضوع سد النهضه، لانه الليله احنا شايفين الناس ماخدين سد النهضه ده عباره عن شنو؟ والله اسيوبيا اخت بلادي واحنا الليله بس غيظه وكيف المصريين، ولا يجي واحد يقول لك والله احنا ضد الصد والناس يقوموا يردوا عليه ويقولوا لا لا انت عشان بتحب مصر تقف ضد أسيوبيا. يا سيد. احنا ما عندنا شغل انت بتحب منه ولا بتريد منه احنا بنتكلم هسه عن مصلحه السودان بنتكلم عن مصلحه بلدنا احنا لمتين بنحكم البلد او بنطلع قرارات او بنقيف وبنأيد اي شيء بالعاطفه في حاجات العاطفه دي ما عندها علاقه بها العاطفه دي تمشي تعملها مع اولادك واهلك في البيت لكن كأنت بلد دار تديره او بتأيد حكومتك على قرارات ما بالعاطفه ما هي القصه ما قصه مكاوه احنا ما قاعدين في روضه لانه صراحه الفتره الاخيره شفنا احنا العباطه والسخافه اللي قاعده بتحصل في الفيديوهات شيل الجك واملا وسوي مع من سيقف هذا الشاب السوداني مع اثيوبيا ام مع مصر <تصفيق> 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 والناس ما الموضوع قلت لكم كية بس من الآخر كده يعني موضوع حساس زي ده وموضوع ممكن يضيع فيه بلد كامل بيناس ويموت وغرق كل السودان ده ممكن ينتهي على فكرة الموضوع مهزر الناس ما بالسطحية دي أنا ما عارف إحنا الامتين الحاجة التافهة بنديها أكبر من قيمتها وبنركز معاها والحاجة المهمة إحنا بنتعامل معاها بكل سطحية وبكل برود يعني ليه إحنا شايفين شعب جايط وقايم وقاعد في جونه عشان اشترت لها سياره نيسان وبوكسي تايوتا مقوم الدنيا ومقعده لكن في سد ممكن يضيع السودان ده كله بالبوكسي والنيسان اللي انتم بتشاكلوا فيهم ده بيلقوكم هناك في المصب في البحر الابيض المتوسط ومعاه سنتافي برضو برضه مع مصلحتك داير تدور الناس ودار تضحك فيهم ودار تعمل نكت لما يجي وقتها امشي نكت لكن انت هسي في لحظه انت ما معروف ذاته مصيرك شنو ما داري اعيد الموضوع ده كثير لانه انا ذاتي منه واخر حاجه ممكن اقولها في موضوع السد يعني انا اسال الله ليلا ونهارا ادعو عليكم والله ادعو ادعو معايا ارفعوا يدكم انا اسال الله انه جسمي ما يغني لسد النهضه لانه جسمي لو غنى لسد النهضه الزول ده نزل تغريده بس تغريده خدتها قال أحمد أخ... أم... قلب لبنان يعني ما لسه لا غنيه لا قال شيء شوف ده اللي حصل في لبنان شنو التغريده كانت يوم 2 اغسطس اللي حصل في لبنان يوم 4 اغسطس يعني من الاخر كده لو الزول ده غنى سد النهضه احنا اللي أغسطس. <applause> فعليك الله يا سيدي العزيز اختانا بس اختانا عليك الله ولا تجيبنا في بالك زاد يعني والله برانا الفينا ما مكفينا تعال تعال رجع رجع ما كده <applause> طيب نرجع لموضوعنا الحاصل هسي خلونا من حاجه اللي قدام دي ان شاء الله نلقى لها حل في يوم من الايام والناس تصحى وتوعى من اللي هي بتعمل فيه ويبدوا يفكروا في حلول للمصيبه اللي ممكن تجينا الاضرار اللي احنا شايفينها يا اخي ما ممكن احنا في بلد زي السودان بكميه المطر اللي بتجيهو دي الشوارع بتتقفل حركه المواصلات بتتعرقل يا اخي ابسط حاجة التلفون ده انت لما المطرة تكون صابة التلفون ما تقدر تضرب، يعني حتى الشبكات بتاعت التلفونات بتتاثر، الكهرباء دي مش بتقطع لما تجي المطرة والفيضانات دي بتقطع زيادة، يعني بدل ما تقطع منك فترة معينة لا ممكن عادي تسرح، شوفنا احنا هسا اول يوم العيد، الكهرباء قاطعة من الساعة 12 الظهر، جات 2 بالليل في مناطق معينة في الخرطوم في قلب العاصمة السودانية، يا اخي الكهرباء تقطع 14 ساعة، ليه؟ ليش نو انا بس افهم؟ في ليه؟ هالموية دي انت وقت الله ذاته انعم عليك بمويه قدر دي، انت يا اخي ما تستفيد منها، المويه دي ذات اللي بيحصل شنو؟ بتغرق الحيوانات، رؤوس المواشي اللي عندنا بتغرق بسبب المويه، يعني الليل انت بني ادم انسان بتفكر بتحاول تهرب من المويه ده حيوان، بيغرق. الزراعه دي ذات الزراعه لما تجيها مويه اكثر من اللي هي عاوزاها بتفسد كلها، بتغرق. بتخرب بسبب المويه البنيه التحتيه الشوارع دي ذاتها مع المطر بتتشقق والحفر بتزيد الحفره بالله العظيم تقول مش حفره تقول فوهه زمنيه يعني انت كان خشيت ممكن طلع تطلع بيتحد سنه 3700 وسبحان الله احنا في السودان لازم نلقى اي شيء فيه تناقض زي ما المحاصيل دي بتغرق بالمويه عندك محاصيل ثانيه واراضي ما لاقيه مويه اصلا بتموت بسبب عدم المويه يا اخي البشر ذاته الناس في حتات المويه ما بتصلن ما عندهم مويه يشربوها خلي مويه يستحموا بها ولا يزرعوا بيها يعني انا ما فاهم لمتين يعني ال ال الغباء بتاع الاداره في البلد ده وما عارفين احنا متين بجد حنبدا نفكر صح حنخلي الخمج اللي احنا بنعمل فيه وحنخلي تاكوز وتشيع وجنيا يا اخي عليكم الله صلحوا البلد ن نج يعني احنا كده ده نعمل نوقف الحاجه دي مؤقتا نشوف مشاكلنا شنو نحلها بعدين تعالوا تهابلو نحن انا ما عارف ذاته يعني المسؤولين ديل لمتين يعني شايفين المسؤول بيطلع بيقول لنا والله جاء فيضان انه متوقعين امطار غزيره يا اخي عليك الله كذا يفتح افتح الشباك اشوف الكلام اللي انت بتقول فيه ده انا عارفه ما تجي تعيده لي ما تحكي لي وريني ده حصل لي شنو وريني حلك لو انت شنو يعني انا ما عارف انت الليله زول خاتنك مسؤول عن حاجه زي دي تجي انت انت ما موزع اخبار في النشر بيجي طالع والله لقد حصل اليوم غرق كذا منزل ونحن طبعا في وحقه دي بكون في اربع بيوت وقعوا وهو لسه بيمط في الواو قلت لكم انا قبل كده نفسي والله اكون معاكم لكن والله العظيم شارطين عين ومخجليننا يعني ناس عليك الله ذات الناس اللي بتتابع دي انا اقول لهم شنو عشان يرضوا عن المسؤولين والناس اللي قاعدين ديل يعني احنا نقبل كده نكفيله من هنا تتفتح لنا من هنا نكفيله من هنا تتفتح لنا من هنا دايرين تصلوا لي يعني هسي عندك ناس تشردت يعني ليه الناس المشردين ديل ذاتهم عليك الله بس وريني انت بدل ما تيجي تعيد لي الحصل تعيد لي الشريط وريني انت حلولك ليهم شنو حتعمل لهم شنو الناس اللي تشردوا طلعوا بقى زول في يوم وليله ولا في لحظه بقى ما عنده يعني البيت البيت المسكن اللي هو ابسط شيء بقى ما عنده ما تقول لي ما تطلع تقول لي الجاي من السماء تقبل الواطة والكاتب والله حصل اي الله بيكتب الحاجه وبتحصل ونعمه بالله ومؤمنين بالله لكن في سوء اداره في غباء في تصرفات هي اللي بتسبب الحاجات دي يعني كفايه نقه كفايه كلام كثير يا اخي نبدا نعمل يا جماعه والحاجات دي كلها اسباب شنو زي ما قلنا قبل كده في حلقه البنيه التحتيه انه البنيه التحتيه عندك ضعيف يعني الليله في اراضي وفي اماكن اتباعت واتبنت فيها بيوت الحتات دي المفروض كانت تكون مصارف للمياه او مجاري للف... مياه الفيضانات تتوزع وتنقل المويه لحتات تانية ما فيها مويه لكن طبعا شنو احنا شفنا الفتره اللي فاتت يعني عشان نكون حقانين كم الحكومه السابقه ما خلت شيء ما باعته باعوا حتات المفروض كانت تكون تصريف للمياه والناس بنت بيوت والمصيبه الاكبر انت بتيجي تلقى الشارع ماشي والبيوت تحت يعني الليلة لا المويه ذاتها تيجي ماشيه في الشارع يقول لك انا امشي في الشارع ليه في البيوت تحت امشي اغرقها المويه ذاتها هتستهبل يعني الشوارع ذاتها من شده ما عاليه الليله شوف شفنا المواصلات الحافلات لما تيجي بيحصل شنو؟ انا والله بعرف ناس بيخافوا يركبوا الحافله بسبب الطريقه بتاعت الوقفه دي الحافله بتيجي طب بس تعمل لي كده كل عامله كده الحافله يعني تخيل انت باص واقف عامل كده يا خس انا واقف قدام الكاميرا فترت وفي حافلات قبل كده جات تجيف اتقلبت ساعات كده بس ويجي يتقلب ويجي نفسه اوه اوه انت قلبت طيب يجيني واحد يقول لي يا عويض انت دائما سلبي ما ما عندك ايجابيات طيب انت الحل شنو انت ما تفرحنا انت ما بتضحكنا؟ انت ما تجيب لنا اخبار حلوه اجيب لك خبر يفرحك من وين حبيبي اجيبه لك من وين الخبر يسرك؟ طيب نحاول احنا الحلقه دي انه نقترح حلول يعني ولو انه انا الحاجه دي ما قاعد اعملها لانه ما ادري اتفلسف حاجه انا ما بفهم فيها اديك حلول ليش فنحاول الحلقه دي نتفلسف شويه يعني اللي يتفلسفوا شويه في ناس يتفلسفوا لما بيقوا وزراء جات علينا احنا فالفلسفه الاولى انه احنا ليه ما نعيد تخطيط الشوارع؟ ليه احنا ما نعيد تقسيم الاراضي؟ احنا المفروض الليله عارفين المويه دي بتجينا من وين؟ يعني الحكومه المفروض اصلا ذاته اللي انت جاي تبني بيت يدرس المنطقه اول شيء الحته دي وقت اصلا الارض فيها واطيه والشارع عالي او المويه بيجي منسوب المويه فيها اعلى من البيوت يا اخي ما تبني يا اخي ان شاء الله تعملتك فيلا كده تعمل, تعمل حوض سباحه للنيل يجي ينزل تخزن فيه المويه إيش تستفيد بعدك من المويه بطريقتك البيوت ذاتها لما تجي تبني في اي مكان يكون عندها شروط يعني الليله المحليات المفروض تراجع والله الحته دي البيت لازم يكون عنده مقاييس معينه ارتفاعه كده من الشارع طب يتبني بطريقه معينه، بعدين المويه دي ذاته انت لما تفصلها تحولها بيجاي وبيجاي بتمشي لك في حتات بتنفعك، حولها للزراعه، حولها للناس ما عندهم مويه، الناس اللي بتحفر ابار عشان تشرب مويه، حول لهم المويه دي كلها، اعمل اي شيء ما هي ما هي. يعني المفروض نشتغل بعد يعني احنا ما ممكن بلد لغايه يوم الليله كل سنه يجي الخريف ماشيه بالنفير، يعني الشعب ده ذاته حينفر يطلع منا، ما حي ثاني ما حيبقى في اي نفير، النفير حيكون نفير مخارجه بس، فحط امرك برا شوف لك حته ثانيه لازم يكون عندنا استراتيجية عشان نعرف نتعامل مع الوضع ده شنو والاستراتيجية تحت عمل شنو هم كلهم كلمتين والله كلمتين تخزين وتحويل تحاول تشوف لك طريقة مطورة تخزين بها المياه دي وتستفيد منها وتشوف لك برضو طريقة مطورة انك تحول بها مجرى المياه دي وتستفيد بها برضو بطريقة تنفعك تاني برضو موضوع الصيانة يعني الصيانة الدورية يعني الناس اللي زي صد انهار لي شنو المويه طلعت منه شنو ما لانه ما في صيانه دوريه ما في اي شيء حمدوك انت السنه اللي فاتت بقى مشيت مخرمج في نص المويه دي والطين والبتاع ما عارف انه السنه جاي حتجيك برضو عملت لها شنو انا شايف انه ذات السودان ده بعد ده بالطريقه دي لانه انا ما شايف شيء شا حيتغير احنا حنقلبها شنو يعني مراكب وقفوا لنا الحافلات دي وبتاع وجيبوا لنا مراكب تحوم في الخرطوم يا زول وبتاع حركات زي دي، ترحال زادوا تاني يجيك ترحال جيت سكي، ترحال جيت بوت، فهمت؟ حركات زي دي، حايم في المويه واموره طيبه، الطيارات زاتو سودانيين عليكم والله هسي متعبوا نفسكم بتشتروا لكم طيارات وتخسروا قروش، جيبوا الطيارات المائيه اللي بتنزل في المويه دي عشان شنو زاتو شنو؟ تكون اظرف، لانه والله الوطنيه يعني الله اعلم تنشف ثاني متين، بعد لو كمان لسدها نهار يا زول لا تجيبوا غواصات بعده والله. يا خسي بيقول لك المالديف بعد كم سنه هتغرق وقال لك انه دي اول ارض هتغرق واول أو دوله تختفي وتغرق صدقوني سد النهضه ده لو بس فتح خشم وقحة احنا ما طبعا لازم نشيل رقم القياسي فيه حنبقى اول دوله تغرق في العالم السودان ما المالديف المالديف حتكون قاعده قال لك المالديف حتغرق وحيوزع السكان وزع دي من هسي طيب وزعوا من هسي لانه حتغرق احنا فيش في حلول ممكن نعملها عشان لو السد انهار ولو المويه دي مرقت منه لاي سبب من الاسباب احنا نتفادى المصيبه اللي ممكن تحصل لنا احنا كبلد اسمه السودان كشعب اسمه السودان ممكن نعمل شنو؟ عليك الله يا المهندسين اظهروا واكتبوا لنا كومنتات اكتبوا كومنتات حاولوا نتواصل نجيف مع بعض نفهم يعني كل زول يفيدنا بالمعلومات اللي عنده When the Fukushima tsunami hit Japan's coastline in 2011, it destroyed everything in its path. in the aftermath authorities began building a massive new seawall along 400 kilometers of coastline at the prestigious waseda university in tokyo researchers are still learning lessons from 2011 Three, two. وممكن نستفيد من خبرات دول ثانيه نجحت في توظيف مياه الفيضانات اللي حصلت عندها حولتها لطاقه، حولتها لاي حاجه تستفيد منها ما حاجه تضرها وتكسرها، يعني زي مثلا أسي شايفين في السودان احنا استفدنا من تجربه مثلا يعني في ماليزيا عندهم قال لك في ماليزيا نفق، شارع بتاع تمشي فيه عربات هو نفق، لما يجي موسم الامطار والفيضانات حقتهم دي بيقفلوه بيبقى مجرى بتاع مياه الفيضانات خلصت نشفت بيفتحوا بيرجع شارع على العربات تمشي اللي هو طبعا احنا عملنا زي في السودان اللي هو النفق بتاع عفراء فاتمنى من الحكومه انها تحاول تحاكي باقي الحاجات حاولوا برضه تعلموا من كوكب الياباني يعني هو انت يعني بيقول لك بس الناس يعني احنا شايفين الامارات عملت مكوك فضائي ماشي المريخ انت رسل بس اثنين مهندسين يمشوا اليابان ويجيبوا شنو افكار ويجوا السودان يعني ما تعب شديد طيار بيركبوا طياره وبيجوا راجعين في نفس الكوكب يعني اي عمل اليابان هو كوكب براوجي كوكب لكن امشي اتعلم منهم تعال رسلهم مخلوقات فضائيه يا اخي زي المخلوقات الفضائيه اللي قاعدين نشوفها في الفيسبوك وفي النت الناس الغريبه دي رسلوا خليهم يتعلموا ويجوا تعبتونا يا اخي يا اخي اقول لك كلام خايف تركب طياره من هنا لليابان بعيده شايفها كينيا جنبك دي امشي كينيا يتعلم شوف عمل شنو وتعال راجع جنبك تكله وغير كده الخيران دي ننظفها مجاري المياه اللي عندنا ننظفها عشان ما يحصل فيها انسداد وتحبس المويه انا بعاني مش من المصرف ده ده معاناه جماعيه حس المصرف الرئيسي ده جا خريف المويه نزلت لانه ما فيش ردميه كويسه المصرف ده هبط في كذا موقع بقى المصرف حسي مرتع للبعوض وللفيران وللاوساخ وللامراض اتمنى انه احنا نشوف حلول ملموسه نشوف ناس بدات تشتغل فعلا عشان ما نجي السنه الجايه نتونس نفس الونسه دي وانا اجوط نفس الجوطه دي وحلقي وجعني واتعب دنيا عيد يا اخ دنيا عيد ما تخلوني اعيد وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالتلفزيون العربي وزول كافي مع عاد الفيسبوك برضو ومن هنا لغاية ما نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا الله حيانا ومد في أعمارنا وما غرقنا تحياتي لكم محمد عويضة السلام عليكم ورحمة الله